السلام عليكم. قالكم تسخيراتكم الاول تاع الخاصه ب اليوم الاول ثاني سخركم اليوم الاول اليوم الاول علاش نعتنا نشوفوها هذه تصير تفضل هذه اللي سخركم بها الاعوان قدموها لكم يومين الاول والثاني خاصه باليوم تاديه اليوم المداومه يوم الاول والثاني من الصباح لليل قبل العيد تاو قبل العيد قبل العيد كان عندكم علم قبل باسبوع اسبوع راه كيما نقولوا احنا مسخر اليوم الاول والثاني وراه يؤدي في المهام تاعو على اتم وجه وما لقيتوش صعوبات مع المواطنين الحمد لله خدمة عادي عادي اقبال من المواطنين عادي اقبال عادي كسير سير الايام عادي طيب عادي وكيما نقولوا احنا المهام تاعكم من صباح الى عادي انا عادي كي كل ايام عادي عادي كسير الايام الاخرى عادي موفرين المواد كامل بما فيها اكل الزيت البقوليات السكر المواد الاساسيه اكل كاين خلاص الاسعار تاعها مليحه عادي 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 كيما الاسعار تاع البقول كيما نقولوا احنا ماده الحمص شحال حمص دوز 43 43 العدس 30 واللوبيا 33 عادي كيما ماده الحليب كاينه عادي عادي كلش متوفر كلش ماده متوفر. السكر ماده الزيت كلش متوفر بالزيت ما شاء الله ما عليش نديروا دورنا نشوفوا نراقبوا المحل سبعة وثمانية هذا ب 19.5 هذا 195 والاخر مخشين رقم 12 الاخر 130 دينار والمرة الجاية نورمالمون فيها تخفيضات فيها تخفيضات ان شاء الله احنا ماذا بينا قد ما تعدوا المواد قد ما نبيع قد ما طيح قد ما نبيع احنا ماذا بينا طيح ماذا بينا شكرا الله يبارك هذه مادة السكر عادة تخرج بالثمن تاعها 1050 من عند المنتج مباشرة هذه مادة القهوة هذه مادة القهوة بالأنواع تاعها أن مديرية التجارة راهي خلال أيام عيد الفطر المبارك راهي سهرة على رقابة التجار المداومين والمسخرين من أجل تأدية المداومة الخاصة بأيام عيد الفطر المبارك اللي هي ثلاث أيام حيث صادف اليوم الثالث يوم جمعة احنا نكملوا العملية اليوم السبت حيث تم تسخير 1985 تاجر موزعين على شتى الأنشطة التغذية العامة المساحات التجارية الفضاء التجارية الكبرى إضافة إلى بعض الخدمات التجارية الأساسية كما تم تسخير 4 ملبنات اللي هي تل وسوبيلي وتم تسخير 130 موزع حليب في هذا الميدان موزعين على شتى أنحاء ولاية سطيف الأحياء المختلفة كما تم تسخير 5 مطاحن كما تم معاينتها يوم الامس راهي الحمد لله المخازن تاعها راهي ممتلئه بماده السميد الاساسيه